بينما تقترب الجمهورية التركية من إتمام قرن على تأسيسها، ها هي تخطو نحو حقبة جديدة بمعركة انتخابية هي الأشرس في تاريخ الدولة الواقعة على ضفتي آسيا وأوروبا. وبعد أن قادت أصوات الناخبين العملية الانتخابية نحو جولة إعادة، يواجه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليكدار أوغلو منافسة صعبة أمام خصمه السياسي المخضرم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان. أحلام كبيرة رسمها كليكدار أوغلو لنفسه ولأنصاره حال وصوله إلى سدة الحكم. الرجل الذي وصف نفسه بأنه خليفة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية وحزب الشعب الجمهوري، تعهد في خطاباته الانتخابية بأن تكون تركيا في عهده أكثر ازدهاراً وديمقراطية. تغييرات جذرية في المسار الديمقراطي والحياة البرلمانية، تعهدات أكد عليها كليكدار أوغلو كذلك حال فوزه بمنصب الرئيس. فالمعارضة التركية التي يمثلها لطالما أكدت أنها ستعيد تركيا إلى النظام البرلماني، ومن ثم إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عام 2017. أما على صعيد الملف الأكثر تعقيداً وهو الاقتصاد، فقد وعد كليكدار أوغلو وتحالف الأمة بخفض نسبة التضخم في غضون عامين واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية. سلام في الوطن، سلام في العالم، شعار رفعه كليكدار أوغلو في حملته الانتخابية محدداً ملامح سياسته الخارجية التي ترتكز على التهدئة وبناء الثقة المتبادلة. وعلى النقيض من هذا الشعار، حملت خطة كليكدار أوغلو السياسية تهديداً لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين بالترحيل من تركيا والعودة إلى بلادهم في غضون عامين حال فوزه بالرئاسة. ولم يغفل كليكدار أوغلو عن حلم تركيا القديم، حيث وضع نصب عينيه الهدف الذي أخفق أردوغان في تحقيقه، وهو الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، طريق صعب اختاره مرشح الرئاسة التركية كمال كليكدار أوغلو بالمنافسة أمام أردوغان الذي ثبت أركان حكمه على مدار 20 عاماً ويسعى لبدء مئوية جديدة لتركيا ببقائه في السلطة. وما بين هذه المنافسة المستعرة يحبس الشعب التركي أنفاسه مترقباً يوم التصويت في انتظار كلمة الحسم.